أنا تهاني إبراهيم عيساوي، أمي محمد. يعني اللي صار، إحنا يعني كنا نايمين، صحينا على صوت ضرب الصاروخ، صحينا مفزوعين. أنا ما صحيت، طلعت هيك فكر حالي بحلم، بحكي كنا يعني كأنه في إشي صار إشي. أنا شفت بنتي إجت عندي حضنتني بتعيط، تحكي لي ماما ماما قصفونا. انا حضنتها بحكي لها، بتحكي لي له ابوها، بحكي لي الشباك انكسر، شباك اوضتها وشباك اوضه اخوها، لو شباك اوضه اخوها لا، بس شباكها هون انكسر. وتعيط وترجف من الخوف وهيك وتنتفض وميت خوف. واحكي لها وانا اهدي فيها، وانا اصلا خايفه اكثر منها، بس يعني مش مزهرت لها يعني، لانها كثير كثير خافت. وهدي فيها وهاد تحكي ماما بدهم يقصفونا، احكي لها لا تخافيش، ما بدهم يقصفونا، بس خلص احنا مش عارفين شو اللي صار. يعني احنا يعني سمعنا الصوت وشفنا الوضع، كنا نطلع من الشباك الثاني، بس يعني كتير كتير خفنا يعني. والوضع كان يعني بنتي وضعها كتير كتير خايفة وتعيط وترجف هيك من الخوف. شفنا كوم التراب وكل الإسعافات والدفاع المدني موجود، صاروا يحفروا في التراب، إجوا كوموا تراب، كوم التراب هون، وصاروا يحفروا في التراب وطالوا أشلاء وطالوا يعني جثة يعني حدا هيك، وحطوها لفوها بالسيلفر وحطوها بحرام وحطوها بالإسعاف. يعني أنا بس شفت هذا المنظر انهرت، وأنا صرت أعيط أول مرة. يعني المنظر مش زي الصورة، يعني لما تشوفي الإشي بث مباشر مش زي ما تشوفي صورة. يعني كتير كتير أنا يعني عن جد تأثرت كتير. يعني ضليت تحكي لي بنتي ليه بتعيطي ليه بتعيطي ليه، بحكي لها تطلع من شو، كانوا كلهم يطولوا عن الأرض أشلاء ويحطوا في الكيس وهيك معهم أكياس. إشي يعني عن جد منظر يعني تقشعر له الأبدان، يعني كتير كتير أول مرة بنشوف هيك، تشوفها يعني لما بتشوفي بالصورة مش زي ما بتشوفي حقيقة.